كثيرة هي الهموم التي تتركها الحرب في أوكرانيا، ولكن أثقل حمولة هي الغاز وتصديره واستيراده، أو ما تتركه تداعيات أزمة الطاقة. وسط هموم الحرب هذه تبرز روسيا المثقل كاهلها بالعقوبات، وتبرز معها تركيا. فبوتين وأردوغان يناقشان مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا وتأسيس قاعدة لصادرات الغاز الروسي. آخر هذه المباحثات جاءت عبر اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان، ناقش خلال هذا المشروع. وقد جاء الاتصال بعد ساعات من مغادرة المدير التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية إلى إسطنبول. التقارب بين البلدين بشأن الغاز الطبيعي ليس مدفوعا بظروف الحرب وحدها، وإنما بالجغرافيا كذلك. فالبحر الأسود هو الفاصل بين البلدين، ويمر عبره خط غاز ترك ستريم. هذا الأنبوب ينطلق من أنابة في روسيا وصولا إلى سواحل تركيا، وهو خط يستطيع نقل نحو 30 مليار متر مكعب سنويا، ويصل طوله إلى 930 كيلو متر. وإلى جانبه خطان بريان. والأنبوب الروسي واحد من مصادر طاقة تحيط بتركيا المجاورة لدول منتجة للغاز الطبيعي. فهناك قرب تركيا بحر قزوين، روسيا، أذربيجان، وهناك إيران كذلك المجاورة برا لتركيا، إضافة إلى الكميات الواعدة من الغاز الطبيعي الموجودة في شرق المتوسط. للمزيد أرحب بضيفي من لندن الدكتور ممدوح سلامة، الخبير أو خبير اقتصاديات النفط والطاقة. دكتور ممدوح، أهلا بك. بداية، برأيك ما يتطلب كي تصبح دولة كتركيا مركزا للطاقة؟ هي أصلا مركز للطاقة حاليا بحكم الأمر الواقع، لأن جميع أنابيب الغاز التي تجلب الغاز من أذربيجان إلى تركيا وإلى أوروبا تمر كلها في تركيا، مثل الخط ساوث غاز كوريدور، هذا يجلب غاز أذربيجان إلى تركيا، ومن هناك يرتبط بأنابيب أخرى توزع الغاز إلى أوروبا. فإذن وطبعا هناك أنبوب ينقل الغاز من إيران إلى أنقرة كذلك، وهناك احتمالات مستقبلية أن تمتد أنابيب جديدة من إيران إلى تركيا، ومنها تنقل إلى أوروبا. إذن تركيا هي مركز بحكم الأمر الواقع، مركز استراتيجي لنقل الغاز، إضافة إلى التركيش ستريم الذي يربط روسيا عبر البحر الأسود مع تركيا، ويزودها بكميات وافرة تصل إلى 45% من احتياجاتها، والفائض يذهب إلى أوروبا. ومن هنا الفكرة التي راودت الرئيس بوتين والرئيس أردوغان بجعل تركيا مركزا للغاز ولتوفير الغاز عن طريق تركيا إلى أوروبا. طيب، هل هذا المشروع مركز الغاز الجديد تركيا، هل يمكن دكتور ممدوح أن يقنع الدول الغربية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على موسكو بشراء الغاز من مركز الغاز الجديد؟ أولا علينا أن نعلم أنه ليس هناك بديل في العالم للغاز الروسي، ومهما حاول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
أن يفتشوا على بدائل ليست هناك أي بدائل. أصل معك إلى أن أقول كل صادرات الولايات المتحدة من الغاز السائل LNG وصادرات قطر وأستراليا والجزائر لا تساوي ما تصدره روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن هناك ارتباطات لهذه الصادرات مع زبائن في منطقة حوض محيط الباسفيك. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الغاز الروسي إذا هم فجروا أو فجروا أنبوب نورد ستريم 1 والنورد ستريم 2، ونعلم من فجره ومن كان وراءه، ليقطعوا اعتماد أوروبا على الغاز الروسي الذي هو أرخص بكثير من الغاز الأمريكي والقطري الذي يعتبر غازا سائل. إذا ما تبقى لوصول الغاز الروسي إلى أوروبا هو عن طريق تركيش ستريم، أي عن طريق تركيا. هذا تركيش ستريم يجلب الغاز الروسي إلى تركيا، وتركيا كمركز للغاز بإمكانها أن توزعه إلى أوروبا عبر الأنابيب الموجودة حاليا. طبعا الأوروبيين يدعون أنهم لا يريدون ذلك، ولكن سيكونوا مرغمين أن يستخدموه شاءوا أم أبوا. طب عندما تتحول تركيا إلى مركز لتداول الغاز الطبيعي، تستطيع في الوقت ذاته دكتور ممدوح أن تعمل على تحديد الأسعار هنا؟ تحديد الأسعار كما تعلم يحددها سوق الغاز العالمي، مثل ما يحدد سوق النفط العالمي الأسعار، العرض والطلب. روسيا تقول هذا السعر الذي يناسبني، ولكن روسيا كبائع تنظر بعين الاعتبار كذلك إلى السوق، السعر الذي يستطيع أن يتحمله السوق. إذا وجدت أن السوق لا يستطيع أن يتحمل السعر التي تحدده روسيا لصادراتها، فتكون روسيا مرغمة إلى تخفيضه. هذه طبيعة التعامل التجاري، ولكن من يحدد السعر ليس تركيا ولا روسيا، هم يخترعون. روسيا تقترح سعرا وتركيا واجبها أن تنقله، خصوصا أنها مشترية للغاز الروسي. ولكن كما قلت، من يحدد السعر في المقام الأول والأخير هو سوق الغاز العالمي. طيب، على ضوء هذه الميزة لتركيا والخطوط التي تمتد عبرها وتصل إليها، هل يمكن القول دكتور ممدوح أن ليس ثمة منافس محتمل لتركيا من الدول الطامحة أيضا إلى التصدير إلى أوروبا؟ ليس هناك أي منافس. المنافس الأكبر هو إيران، التي تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا. ولكن إيران تحتاج إلى أكثر من 15 عاما من الآن إذا رفعت العقوبات عنها أن تبني خطا للغاز عبر تركيا، ومن هناك ينقل إلى أوروبا، أو تنقل منشآت لتحويل الغاز إلى غاز سائل وشحنه بالبواخر مثل قطر إلى الاتحاد الأوروبي. هذا يستغرق 15 عاما على أقل تعديل. هناك من يقول أن غاز منطقة شرق البحر المتوسط، أي الغاز القبرصي والإسرائيلي والمصري وربما اللبناني في وقت لاحق والسوري، قد يذهب إلى الاتحاد الأوروبي. إسرائيل وقبرص كان يسعيان لبناء خط ميد إيست تحت المتوسط إلى أوروبا، ولكن هذا الخط طويل المدى ترفضه تركيا ومكلف جدا، وتركيا لن تسمح بإقامته ولن تسمح بتصدير الغاز القبرصي قبل حصول القبارس الإطلاق على حصة له. إذا نضع هذا جانبا، وحتى لو تم هذا الخط، ما تستطيع إسرائيل وقبرص أن تصدره لا يزيد عن 16 مليار متر مكعب. هذا جزء قليل مما كانت تصدره روسيا في الأحوال العادية.
أنا أشكرك من لندن دكتور ممدوح سلامة، خبير اقتصاديات النفط والطاقة، شكرا لك.